وهذا سائل يسأل: ما حكم الذي ينام على صلاته ويصليها في غير وقتها إذا كان ولكن غلب عليه النوم؟ يعني إذا كان متعمدا النوم ومتساهلا بالصلاة فلا تصح منه ولا تقبل إذا أخرجها عن وقتها. أما إذا كان غلب عليه النوم بدون اختياره وهو يريد الصلاة وعازما على القيام لكن غلب عليه بعض المرات، فهذا معذور، يصلي إذا استيقظ. نعم.